انه يقيس الجزائر انا كيشوف الامن والاستقرار في بلادي يغطي على كل شيء. هذه اسمع استاذ هذه احجيه قديمه، هذه غلطه استاذ، هذه احجيه قديمه، هذه احجيه قديمه. اسمع يا استاذ ما تبقاش تدرج وراء الامن والاستقرار، لان هذا الامن وهذا الاستقرار ما جابوهش هؤلاء، لان هؤلاء كانوا سبب في الازمه. اولا جابوه الرجال اللي في الميدان، جابوه رجال الامن، وجابوه الاساتذه، وجابوه الصحفيين الذين استشهدوا، وجابوه الناس اللي في الجزائر اللي ما خلاوش الجزائر وقت الازمه. هؤلاء كانوا في الخارج وقت الازمه، هؤلاء كانوا في الخارج. اليوم من اجل بناء الجزائر الجديده هؤلاء عليهم ان يرحلوا. معليش هؤلاء فض وقتهم خلاص، تجي انت هؤلاء. لا لا ما نجيش انا، كاين كفاءات احسن مني واحسن منك واحسن من هؤلاء عشرات المرات، ولكن هؤلاء يفتح لهم الباب. استاذ لك سؤال يا استاذ، الجزائر نتاعك ونتاعي تاعنا كل صح، وما بداتش في 99، ما بقيتش تعاود الكلام هذا. الجزائر ما بداتش، كل واحد عنده قناعاته يا سي سمير، لازم تحشموا لازم تحشموا بالكلام هذا. معليش خلي لازم تحشموا بالكلام هذا. عنده الجزائر راح قبل ما نروح لفلسطين، سي سمير قبل ما نروح لفلسطين. انا سمعت سؤال، تفضل. سوريا الان مين غادي تبدا لما اعاده تعمير سوريا وبناء سوريا؟ مين غادي تبدا؟ واش ذاك لسوريا؟ خليني نقول لك سي سمير، لانه عندنا قاسم كاين تركيا اللي انطلقت من ورانا، في تركيا حكومه انطلقت من ورانا. شوف الاقتصاد التركي سي سمير، وشوف ورا الاقتصاد الجزائري. خلي السي بن حمو عنده تعقيب، ما تحكيليش على سوريا وليبيا. لما تسمع ويحيى يقول نعيش مرحله الجحيم، هو اللي قاعد يسوي في مرحله الجزائر. واش حنا الذي يسود صوره الجزائر؟ هم المسؤولين الجزائريين منذ 20 سنه. امر اخر نعاود نذكروا انه الجزائر ما بداتش في 99 يا بن حمو، الجزائر بدات في 62، استقلينا في 62، وبناء الجزائر بدا في 62، وما تم بناؤه من 62 الى 99 اضعاف ما تم بناؤه من 99 بتكاليف قليله، وبشعب كان التم ونخرج من مرحله الاستعمار. ما تم هدمه من 99 الى غايه اليوم من قيم واخلاق وسلوك ومعاملات وبنى تحتيه، هو أضعاف أضعاف ما سندفع ثمنه في المستقبل وستلعننا الأجيال القادمة. هو كاين حديث يقول لك من شعب الإيمان الحياة، ومثل الجزائري باللي كان يسميوها الحشمة. احنا درك ولات ناس ما تحشمش أنها تدافع على مرحلة 99 إلى غاية اليوم، يجب نحشموا بها. هذه مرحلة استهلكت ملايير الدينارات، ولكن هذه الملايير ما خلتش المواطن الجزائري يعيش حياة كريمة، ما خلتش المواطن الجزائري يروح للمستشفيات ويلقى مستشفيات تداوش المواطن الجزائري حسب المعايير الدولية. يا سي بن حمو المدرسة الجزائرية مدرسة منكوبة، كنا نسمع منذ يومين أن الوزيرة تقول بنفسها أن المواد التي تدرس مواد بؤس، وهي المواد هذه هي اللي جابتها مواد بؤس وميزيرية. مواد بؤس وميزيرية يا سي بن حمو، الجزائر هذه يجب أن تتخلص من هؤلاء. هؤلاء 20 سنة واكثر من 20 سنه وهم يتصدرون المشهد. لكن انا غادي نقول لك يا استاذ باش تنقلها وينقلوها على المباشر، بوتفليقه يترشح للعهده الخامسه، يرشحوه للعهده الخامسه. والله يرشحوه، سميها كي تبغي، يرشحوه للعهده الخامسه. لوجيا تروح، لوجيتيا تروح معاه، اليونافا تروح معاه، الفلاحين يروحوا معاه، الجيش يروح معاه، البوليسيه يروحوا معاه، الجدرميه يروحوا معاه، يعني البومبيه يروحوا معاه، هذا كيما قول سميهم كيما تحب، هادو قريب جوج ملايين ثلاثه يروحوا معاه. هذا تسليم مشعل. اسمح لي، اسمع يا استاذ، يعني احنا في ديمقراطيه. هذا تسليم مشعل. بوتين اكبر يعني. تقول انت راح يكون تسليم مشعل. استاذ قال لك يا استاذ يتم تسليم وعلى حسب. نعطي نصيحه، اسمعك لي، للمعارضه، للمحللين كما انت السياسيين، للشباب كما، جيبوا واحد ينافسه يا خويا وتفضلوا مرحبا. انا الشيء اللي ما نفهمش النفاق السياسي، كيف النفاق تدخل مع العسكر؟ نزيد لك اكثر من هذا. شو هو النفاق السياسي؟ كيف تنافسه؟ كيف تنافسه سي بن حمد؟ شوف يا استاذ، شوف اذا ترشح عبد العزيز ويترشح عبد العزيز بوتفليقه، كل الناس مع العهده الخامسه، وعقل في هذا البلاطون ذكرنا رحنا اليوم 24، كل الناس مع شوف. العهده الخامسه اسمعني، شوف الشعب الجزائري في جله بالك قريب نقول لك 60% عقل، يقول لك يا خويا بوتفليقه. التنظيمات راك تشوفها استاذ، بعض الاحزاب ما نقولش كلها، بعض الاحزاب ساند رئيس الجمهوريه، اسمعني مليح، وتروح العهده هذا المشهد من 99 وحنا نشوفوا فيه. اذا انا الفكره نتاعي واش هي؟ الفكره نتاعي اذا كانت هناك شخصيات وطنيه، اذا كان هناك احزاب قويه، اسيدي يتلاحموا ويخرجوا يعني كما قال لك مترشح. وانت تاملها باللي كاين واحد يقدر يغلب رئيس في دوله عربيه الى حب يترشح وهو اون بوست؟
اذا باغي نقول هذا اذا ما اذا ما اذا ما تقدرش اذا ما تقدرش اذا ما تقدرش رانا اسمع رانا في 2017 اذا ما تقدرش تقول يا استاذ كاين طريقه اخرى وهي الوقت لاستمرار المهزله قولها سي محمود قولها اذا ما تقدرش انا انسان نعرف قدري نعرف فين نجمع انا ما نقدر لكش يا استاذ نتعند معاك خصني ما نكون حكيم فهمت نظن انه الكلام اللي قالوا سي بن حمو انه هذه الثلاثيه وغيرها بدا التحضير للانتخابات الرئاسيه 2019 وانه الكلام اللي سمعناه بدا يتاكد يوم بعد يوم اما بترشيح عبد العزيز بوتفليقه او شقيقه بدا تتضح معالمه ولد عباس قال بانه لن يترشح هذاك انسان لا يمكن الاعتماد عليه فيما يقول نظن انه في بدايه 2018 سوف تتضح اكثر الرؤيه والخارطه السياسيه لنظام الحكم اذا كان كل هؤلاء كما قال هو العسكر والجيش والشرطه والامن والنقابات والمنظمات الطلابيه والفلاحيه والنسويه كلها راح تمشي باوامر لما يصفر الحكم تمشي لصالح مرشح الاجماع هو مش مرشح الاجماع هو مفروض يعني وهذا ما وقع منذ 99 هو دليل على انه هذا النظام لن يتنازل عن الكرسي ولن يتنازل عن الحكم وانه ماشي في استراتيجيه الاستمراريه لانه مستحيل في 2019 نسمح مره اخرى بتمرير مرشح غائب او مغيب او غير قادر على اداء مهامه الدستوريه لكن مستحيل انه في 2019 حكم للشعب مستحيل انه هو دليل على لو يرشحوه هو اكيد راح يفوز لانه راح يوفروا له كل مقومات الفوز ابتداء من اللجنه المستقله لمراقبه الانتخابات ولجان الدعم ولجان المسانده يعني يعني الترشح في مواجهه مرشح السلطه هو انتحار اليوم يومها الشعب عليه ان يقف وقفه كما وقف يوم اول نوفمبر في مواجهه الاستعمار الفرنسي في 2019 هي مرحله فاصله في تاريخ الجزائر الشعب الجزائري المثقفين الطبقه الاعلاميه انتم كاعلاميين الطبقه السياسيه بكل توجهاتها السياسيه وكل توجهاتها وكل انتماءاتها الفكريه من اسلاميين وطنيين وعلمانيين ولايكين عليهم ان يتحدوا للوقوف في وجه هذه المجموعه. اذا سمحت لي باش نعطيه الكلمه الاخيره ما بقاش بزاف وقت رايك في تحرك شكيب خليل ورده على الحكومه واقتراحه لبرامج جديده واعتقد انه جاب 48 ولايه في الفتره الاخيره. التساؤل الذي يطرح اولا من وراء شكيب خليل؟ من الذي ينظم لشكيب خليل كل هذه اللقاءات عبر 48 ولايه؟ من الذي فتح له المجال واعطى الضوء الاخضر للمؤسسات لاستقباله؟ اكيد في جهه معينه كما كانت الجهه من قبل لما فتحت له الزوايا. نظن باللي تحركاته تشوبها كثير من التساؤلات وتحركات مشبوهه تحضيرا للمرحله القادمه. سي بن حمو سي شاكيب خليل انتقد احمد ويحيى بشكل كبير، هل يمكن ان يكون السباق على الرئاسيات المقبله سي شاكيب خليل يكون عنصر فيها؟ شوف استاذ انا كمحامي باختصار اقول باللي شاكيب خليل ملفه فارغ يعني وانا عندي درايه على هذا الامر هذا، ملفه فارغ يعني وما عندوش ملف قضائي بمعنى الكلمة كما كان يقولوا تاع الفساد، فإذا الرجل يتحرك كجزائري كمثقف، شوف ولا واحد ينكر باللي شاكيب خليل يعني علامة، بغيت تبغي ولا ما تبغيش، يعني إنسان إطار متعلم وعنده رؤية اقتصادية وحنا محتاجين لاقتصاديين في هذا الظرف، أنا نظن أن ممكن شاكيب خليل سيكون موجود في الطاقم الحكومي المقبل كوزير طاقة مثلا غير مستبعد يعني ونحن محتاجين لخبرته كوزير أول ربما بعض الإشعار ما نظنش ولكن وزير طاقة محتمل جدا أما فيما يخص الرئاسيات فهذا مستبعد أنا نقول برك ونفتحنا عود قوس أنا نقول باللي لابد نجعل الجزائر يعني فوق كل اعتبار احنا انا لما سمعت الاستاذ يقول لك لابد الشعب يوقف في 2019 كما وقف في اول نوفمبر انا نقول انا لا لا انا نقول بلي هذا خطير انا عندك موقف 2019 هي نوفمبر 54 استاذ انا نقول بلي احنا ما رحناش كاين ما كانش عداوه لانه لا يمكن بعد 20 سنه أنا نقول انه نسمح باستمرار هذه المهزله انا نقول انا نكون نقول الشعب الجزائري مطالب بالتحرك قبل 2019 حتى يمنع تمرير لحوار بناء احنا محتاجين المهزلة واستقرار هذا المصيبه التي حلت الجزائر انا نقول باللي اذا بغينا باش نخرجوا الجزائر تخرج نهائيا من هذا التفكير العقيم نتاع النظام والشعب احنا كلنا واحد بلادنا كلنا نتاعنا كلنا نسالوا فيها كلنا ومحتاجين
أن هذه الجزائر تخرج بنخبة تفكر لمصلحة الجزائر ماشي لمصلحتها الضيقة. احنا اللي احنا واقعين فيه الصراع احنا واقعين في صراع شخصي. تقريبا انتهى الوقت. كل عام وشعب الجزائري بخير ونتمنى سنة خير على الجزائريين في سنة 2018. العقلية التختراسي هذه علينا أن ننتزعها من عقولنا. الشعب كله مطالب بالتحرك حتى نقف وقفة رجل واحد في 2019 في مواجهة هذا المرشح. إذا سمحت لي سي سمير بن العربي الناشط السياسي، مشكورا أنك كنت ضيفنا.